السلام عليكم. مرحبا. يحيى. يحيى. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً بكم. كيف الحال؟ أهلاً وسهلاً. تعجبتم لما كتبوا لكم يعني وقال لكم أنه من داغستان، يعني لأن داغستان يعني بعيد عن مصر وكذا، وهذه ربما لم تسمعوا من قبل عن داغستان. يعني كيف كان استقبالكم لهذه الرسائل مثلاً؟ ديدك تما في صالي إن بزوالي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم. وأطيب من كلام ثلث اللسان. Yeah.